جمهور النادي الاهلي العظيم، صاحب البصمه الكبيره كابتن صاحب بلال، كابتن طبعا بلال، جمهور النادي الاهلي العظيم صاحب بلال. والنادي الاهلي له مليون تحيه، النادي الاهلي سيد اسياد الكره الافريقيه. طبعا هي مش محتاجه كلام يا كابتن، صحيح مش محتاجه انك تقول بالارقام. انا بس عايز اقول لبعض المنجمين كذبه المنجمون ولو صادف بالظبط. قالوا ايه؟ الليله حمرا. ايوه انا بقول لهم الليله حمرا. صحيح تمام، احنا كلنا بنقول لهم الليله حمرا. بالظبط كده، الاهلاويه خالصه. صحيح، مع الاهلي ما يعني انا قلت ما تراهنش. لا لا لا، زي ما بيقولوها يا جماعه توسي، ما تنجمش مع الاهلي. ايوه بالظبط تمام، ما تنجمش مع الاهلي، نجم مع الاهلي. لا طبعا، الاهلي بص عكس عكس عقارب الساعه. صحيح، فرقه عكس عقارب الساعه. الحمد لله انا بدي الحمد لله. الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا طبعا. لا انا بتكلم، احنا بنتكلم في حقائق. صحيح، تروح في اخر الدنيا تقول لك خلاص الاهلي طلع. لا هم قبل ما بيلعبوك بيبقوا حاسين هم خسروا خلاص. هم نفسهم يصطفوا مع الاهلي. يعني يصادف سر غريب لا كابتن وعجيب. لا لا لا، الاهلي الاهلي لعبنا مهما بص، احنا مهما لعبنا في هذا الكيان وهذه المؤسسه وهذه الجماهير، احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه من عند ربنا يا كابتن اللي احنا بيوصلنا دايما للحاجات دي، وساعات بيروح مننا والله من عند ربنا. لا وبتشتغل طبعا طبعا، هو ربنا بيكافئ. ولكن هو التلات ورقات، احنا اتربينا وعشنا ونزلنا الملعب على حب الجماهير دي وبنلعب للجماهير دي، والمؤسسه العريضه بتاعتنا اللي علمتنا كل حاجه. ده مش دباجه، انما هي دي الحقيقه. صحيح طبعا، مش دباجه فعلا، دي حقيقه. هي دي الحقيقة. خد بالك يا كابتن ايمن، لو سالت اي حد في افريقيا كلها مين اكتر نادي متطور؟ الاهلي. مين اكتر نادي منظم؟ اللي انا بقول لك اسباب المكسب يعني. مين اكتر نادي منظم؟ الاهلي. مين اكتر نادي عنده شعبيه؟ الاهلي. مين اكتر نادي عنده تاريخ؟ الاهلي. مين اكتر نادي عنده استقرار؟ الاهلي. مين النادي الوحيد اللي ما عندوش مشاكل ماديه وما عنده ما فيش ولا لعيب له جنيه او مدرب له عنده جنيه او رفع عليه قضيه؟ هيقول لك مين النادي صاحب الارقام القياسيه؟ ما هو عشان كده الاهلي. بص يا كابتن، كيان الاهلي بيتحدث منظومة عن نفسه. هي البطولات بتيجي من فراغ؟ ما بتجيش من فراغ على فكره. هي البطوله بتيجي وليده ماتش؟ ما بتجيش من ماتش. البطولات بتيجي وليده شغل، اجتهاد، عرق، تنظيم، كفاح، بتيجي البطولات. ما بتجيش تلعب ماتش كده وبعدين التوفيق يبقى حليفك كده عشان انت لعبت النهارده كويس وبس. لا 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 خالص خالص والله خالص. ده التوفيق ده عشان يبقى حليفك محتاج عوامل كتيره جدا 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 صحيح. جدا يا كابتن ايمن جدا. خد صحيح. بالك عشان تبقى موفق النهارده في ماتش النهارده لازم تكون بتتدرب قبليها بسنه كامله تمام، ملتزم سنه كامله، منضبط سنه كامله، عندك سيستم سنه كامله مزبوط. طبعا عندك اداره يعني واقفه في ظهرك سنه كامله عشان في الاخر تتوج في نهايه البطوله. صحيح. هي في فرقه بتكسب بطوله كده من اول ماتش؟ مفيش فرقه بتكسب بطوله من ماتش. الفرقه بتكسب البطوله تراكمات جيده، زي ما في تراكمات سيئه بتخليك تخسر، زي ما في تراكمات جيده بتخليك تكسب البطولات. وهو صحيح. ده شعار النادي الاهلي. صحيح. احنا عمرنا كسبنا بطوله وريحنا؟ لا ده بقول لك عمرها ما حصل. ده بكره هيقول لك ايه ال 13 ايام؟ بكره ايه النهارده كابتن ايمن؟ خلاص هيقول لك 13 ايام. بص انت يعني انت كده انت بتطير مش بتسبق، انت كده بتطير. الفرق بينك وبين اللي بيسبق لما بتخش السباق بيبقى ساعات اللي جنبك كده عنده امان، لكن انت بتقضي على كل الامان. احنا بعد كده هيعملوا الترتيب من الثاني. ما ينفعش الترتيب من الاول، ما ينفعش تحط معاهم في الترتيب. ايوه صح، مع احترامنا لكل الانديه، انت حط الترتيب الثاني، قول له الزمالك عنده خمسه والترجي إيه؟ اربعه ومازين باربعه احنا انت خلاص مازين بخمسه لكن ما ينفعش تيجي تقول لي الاهلي 12. احنا مش مستنيين التصنيف خلاص، احنا لا لا تصنيف ايه؟ لا انا بتكلم عليهم هم يا كابتن، الفرقه الثانيه بتكلم هم لما يجوا يصنفوا بعد كده يطلعوا الاهلي بره التصنيف عشان تبقى التصنيف عادل، عشان يبقى فيها تاخد. ده خلي بالك حتى في بطوله جديده ان شاء الله المستحدثه اسمها الانتر كونتيننتال، هيعملها الاتحاد الدولي لابطال القارات، هيصفوا مع بعض طبعا بطل القاره النادي الاهلي لابطال القارات عشان يصفوا مع بعض وفي النهائي يلعبوا بطل اوروبا. النادي الاهلي هيدخل البطوله المستحدثه دي غير كاس العالم. دي غير كاس العالم. كاس العالم دي الانتر كونتيننتال. يعني هيلغوا كاس العالم؟ لا الكاس العالم شغال، كاس العالم شغال في امريكا ان شاء الله، بس دي بطوله مستحدثه. طب الاهلي هيروح فين ولا فين ولا فين؟ الاهلي صح في كل حته.